هدول الصور مين مصورنا اياها؟ أنا. أنت اللي حاطة الكاميرا بالاستراحة؟ يس. ليش؟ مشان ابتزك. تبتزيني؟ عشو؟ عالمصاري؟ لا. لكن شو؟ شوف، أنا عندي غير هدول الصور مقاطع فيديو وبرجيك ياهن إذا مالك مصدق. بصراحة أنا حابة إني نزل هدول المقاطع على مواقع الإنترنت يلي ببالي بالك. أنا كتير حابة أنشرهم. أنت حدا بتستاهل الأضواء والشهرة، الأضواء الشعلة والمطفية. شوفي، إذا من شان الشهرة أنا شخصياً بحب أنشهر، بس بتمنى عليكي لما تنشريهم تختاري موقع له يعني عدد مشاهدين كبير، لأنه كل شيء بيصير درجة درجة إلا الشهرة، ضربة وحدة وبس. شوفي يا بابا، أنت بعدك صغيرة لتلعبي مع الكبار. هاللحظة، بهاي اللحظة بالذات رح ورجيك قديش أنا كبيرة وكبيرة كتير كمان. مستعد؟ 1 2 3. لك يا حقير يا كلب يا واطي، ضحكت علي وقلت لي بدك تتجوزني وجاي هلا عم تهددني؟ عم تبتزني بهدول الصور؟ يا ناس شوفوا هذا اللي قدامي عم يهددني بهدول الصور تيورجيهم لاهلي. ما في شرط يا كلب. ولك وحدك في الشارع انت. انت واحد واطي، هدول الصور ما بتهددني فيهم؟ ما بتهددني؟ عم تشوفوه؟